مهمتنا كعراقيين ثقيلة في محاربة الفساد والفاسدين والوقوف بوجه هدر ثروات البلاد وإنصاف الشعب وفقرائه وتلبية احتياجاتهم الضرورية، مثل ما هي مهمتنا في إنصاف المدن المحررة التي وقف أهلها ضد الإرهاب وتضرروا وهجروا منازلهم لتتم بعدها معاقبتهم واتهامهم بشتى التهم للسيطرة على مناطقهم ومزارعهم لأغراض دنيئة، ولتستمر معاناتهم في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة.